جزء مهم جدا كان كنت دائما تفكر فيه قبل 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 الانتخابات، الناشئين وقطاع الناشئين والأكاديميات. اليوم النادي الأهلي أتى بخبير من التشيك ليشرف على قطاع الناشئين، المدير الفني للناشئين. اليوم عند النادي الأهلي الموضوع ليس فقط بالصدفة، هناك طفرة كبيرة، هناك محاضرات علمية نظرية، هناك نظام غذائي معين، هناك ملاعب استحدثت على أعلى مستوى. الموضوع مختلف، وهذا شفناه احنا على عين على أرض الواقع، وتابعنا كيف الطفرة اللي موجودة في الاهتمام بالقاعدة. شوف يا أستاذ عوض، برضو بعض الناس كانت النادي الأهلي وقطاع الناشئين، ما هو مش انت مش مجرد ما تتولى مسؤولية هتعمل كده، معاك عصا سحرية تروح معاهم كده كل الدنيا تتصلح، يعني مفيش كده يعني. لكن احنا كلنا بنكمل بعض، جميع مجالس إدارة النادي الأهلي من 1907 لغاية النهاردة كلنا سلسلة واحدة، وكلنا بنكمل بعض، لأن ده أهم شيء في حياتنا هو النادي الأهلي، وكله بيعمل لصالح النادي الأهلي. احنا يمكن آخر خمس سنوات من دلوقتي كان في هناك مدير قطاع ناشئين سنة أسماء مختلفة يعني، كويس، بيتولى الموضوع لمدة سنة واحدة بس. لما تولينا مسؤولية كان كابتن فتحي مبروك ادينا له سنتين من راحته، عشان السنتين دي يعني يعيش ويستقر ويبقى عنده كل أفكاره ويحاول ان هو ينفذها، وبيقدم في نهاية كل سنة بيقدم تقرير. التقرير اللي كنا خدناه أول ما تولينا مسؤولية من قطاع الناشئين، ثم تقرير الكابتن فتحي مبروك بعد سنتين، لقينا لأ محتاج تطوير شامل في أمور كثيرة. خدنا التقرير دوت، درسناه مع اللجنة، والأمور بقت أنا يمكن في حاجة برضو مهمة كنت لازم أقولها برضو، حتة اللجنة دي مش اللجنة إن أنت النهاردة الكابتن محسن والكابتن زكريا، لا، لجنة كل من ينتمي للنادي الأهلي بحب وبإخلاص. أنا بروح يعني مثلا موضوع موسيماني، وده يمكن الموضوع ده نسيت أقوله، أنا خدت رأي الكابتن طه إسماعيل، هو كان في اللجنة، وده طبعا راجل أستاذنا أو راجل يعني من الخبرات اللي إحنا كلنا بنعتز بيها. قعدت معاه لوحدينا بعد ما رسيت على موضوع موسيماني، وقفت اللجنه، وكمان رحت للكابتن طه قعدت معاه وشرحت له بفكر ازاي، والراجل كان مساند جدا وقال لي على طول ده لازم يجي على طول. فده كان برضه من الحاجات اللي قوتنا في الموضوع ده يعني، بس انا الحقيقه يمكن عشان كده بس بتذكر اقولها يعني. احنا في اللجنه خدنا بقى ازاي نطور قطاع الناشئين، جبنا مدير القطاع دلوقتي او رئيس قطاع الناشئين دلوقتي الكابتن خالد بيبو، والحقيقه الكابتن خالد كان اشتغل برضو في اللجنه معانا قبل كده، فكان متابع كل خطوات القطاع ده من كعنصر من عناصر لجنه التخطيط لقطاع كره القدم يعني. فعشان كده بقى عنده درايه كبيره. كنا محتاجين واحد شخصيه قويه، لان محتاجه الامور تتظبط، محتاج كمان تطوير فني، تطوير امكانيات، تطوير حاجات كتير. الحمد لله ده ابتديناه، واعتقد وكمان مش بس كده، وكمان عملنا امر اخر، ان احنا النهارده قللنا عدد الفرق. النادي الاهلي بيلعب على مستوى الجمهوريه في بعض الفرق، ويلعب على مستوى القاهره مناطق يعني في فرق اخرى يعني. فاحنا لقينا النادي الاهلي يلعب على مستوى الجمهوريه بس، يمكن القطاعات دي فرقه واحده بس بتلعب عشان عنصر السن بتاعها، لكن العناصر الاخرى تلعب على المستوى الاعلى والاكبر، هو المستوى اللي هو على مستوى الجمهوريه. فضمينا الفرق على بعض، ودي استحدثت بس السنه دي بناء على التقارير اللي اتقدمت لنا قبل كده، كويس، ان عدد اللعيبه المميزين خدنا مثلا مواليد 99 ومواليد 2000. 2000 خدناهم حطيناهم على اللي دمجتوهم دمجناهم مع بعض ب 25 لعيب بس، وهكذا 2001 و2002 وهكذا 2003 2004 يعني. مشينا في هذا الامر بحيث ان احنا العناصر المميزه جدا بقت هي اللي موجوده، يتوفر لها بقى امكانيات فنيه عاليه، قدرات فنيه مختلفه، مدربين يعني بتطور مختلف احنا يعني راصدينه، وكمان اتجبنا مدير فني من التشيك، اشتغل حوالي 6 أو 7 سنين تقريبا في الاتحاد التشيكي لقطاع البراعم وبتاع الناشئين، فقلنا نستفيد بهذه الخبرات بحيث ان احنا لازم ننقل رؤيه فنيه طبيه، تغذيه، ملاعب، تكنيك، ازاي هو يفكر مثلا مع اللعيبه، ازاي يدي ثقافه الغرب اللي احنا برضو المفروض ان احنا عندنا مواهب عاليه جدا تفوق الغرب، لكن الثقافه ازاي التعامل لاعب محترف وهو لسه صغير.
فعشان كده جبنا مدير فني اعتقد قايم بدوره، وده سنه وتجدد عشان نشوف بس الاداء عامل ازاي.